بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب. دكتور أحمد، بداية السلام عليكم. لو حدثتنا عن الحملة التي قامت بها هيئة علماء المسلمين والتي قدمت فيها مساعدات مالية للنازحين في الحويجة. السلام عليكم، تحية طيبة مباركة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أخي، ضمن المشاريع الإغاثية الجديدة لهيئة علماء المسلمين بشكل عام والقسم الإغاثي بشكل خاص، ومد يد العون لشريحة مهمة ومهملة هي شريحة الأيتام، وخاصة في المناطق التي تضررت من جراء العمليات العسكرية. وهيئة علماء المسلمين بأقسامها وفروعها تقدم ليس فقط المساعدات الغذائية، ولكن تعمل جاهدة على تذليل العقبات التي تواجه الطلبة الأيتام والمتعففين في أخذ حقهم من التعليم. فقد قام قسم الفروع بتوزيع المساعدات الغذائية والمنح المالية على الطلبة الأيتام والمتعففين من قضاء الحويجة الموجودين في مدينة كركوك. وكذلك قام القسم الإغاثي قبل يومين بالتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بتوزيع 600 حصة غذائية على الطلبة الأيتام والموزعين في جانبي مدينة الموصل الأيمن والأيسر. وكذلك قدمت الهيئة المنح المالية لبعض مدارس النازحين، كما في مدرسة صلاح الدين الموجودة في محافظة سليمانية، حيث قدمت المنح المالية للطلبة المتعففين والأيتام وكذلك للأساتذة المتطوعين بغية الاستمرار في العمل في المدارس. نعم. كيف تصفون واقع النازحين دكتور؟ والله، واقع النازحين كما هو معلوم لديكم وللكثير المتابعين والمهتمين بشأن النازحين أن أوضاعهم مأساوية وتتفاقم يوما بعد يوم، خاصة لهذه الشريحة. نحن على اتصال بالمخيمات وبالزيارات الميدانية التي نقوم بها، يعني هناك أرقام حقيقة مخيفة لأعداد الأيتام الموجودين في المخيمات وكذلك في المدن المتضررة. عند اتصالنا بدور الأيتام مثلا في مدينة الموصل، هناك أكثر من 15,000 يتيم، منهم معلومي الهوية ومنهم مجهولي الهوية، ويعني الأعمار الموجودة من 6 أشهر إلى 10 سنوات. هذه الشريحة تحتاج إلى رعاية من الناحية المالية، رعاية من الناحية الصحية، كذلك رعاية من الناحية التعليمية، يعني توفير سبل التعليم في المدارس للنازحين. الخيم الموجودة في محافظة الأنبار يعني حالها يعني يرثى لها، تحتاج إلى الماء الصالح للشرب، تحتاج إلى المدافئ في هذا الشتاء البارد، معاناة كبيرة جدا. في ظل هذه المعاناة الكبيرة دكتور، يعني إلى أي مدى ترى أن حجم الجهود المقدمة وجهود الهيئة لمساعدة هؤلاء النازحين هي يعني كافية لتقابل هذا الحجم الهائل من معاناة النازحين؟ كما تعلمون هناك مخيمات كثيرة وعديدة منتشرة في المحافظات، والمأساة كبيرة جدا، وعدد النازحين كبيرة جدا تصل إلى 3 ملايين، والتقارير الحكومية التي تتحدث عن عودة النازحين هذه تقارير كاذبة ومزورة، يبتغون بها أنه يريدون أن يجملون العملية السياسية وأنه يحققون شيئا لغرض الانتخابات، فهي أغراض دعائية. كثير من النازحين لم يعودوا إلى مدنهم، مثل في سليمان بيق والعظيم وجرف الصخر، وكذلك هناك مناطق مدمرة بالكامل مثل الجانب الأيمن في مدينة الموصل وفي الرمادي، وهناك حقيقة خطوط حمراء للعائلات بعدم عودتهم. يعني نعم. هذا طيب. شيء اكتشفناه من خلال الزيارات أنه هناك عوائل لا يمكن أن تعود إلى مدنهم ودورهم بسبب يعني الرقابة الأمنية. طيب، كيف تقيم دور الحكومة دكتور أحمد؟
نعم، كيف تقيم دور الحكومة تجاه النازحين؟ ليس هناك أي دور حكومي للنازحين، وهذا يعني حقيقة يعني استشرفناه من خلال الزيارات الميدانية. هناك مخيمات لم يصلها دعم حكومي يعني منذ أشهر، تعاني من نقص الماء وال يعني إيصال الكهرباء، وكذلك يعني حتى مسألة النفط والمدافع يعني عدم إيصالها للمخيمات، وإحنا في فصل الشتاء البارد. فأي دور حكومي للنازحين لا يوجد سوى إعادتهم قصرا إلى مدنهم، حتى ولو كانت مدمرة، حتى ولو كانت غير صالحة يعني للمعيشة البسيطة، لا كهرباء، لا ماء صالح للشرب، لا رعاية صحية، لا خدمات، لا مدارس. فأي دور حكومي لا يوجد يعني حقيقة. من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، شكرا جزيلا لك.